السلام عليكم، تحياتي جميع متابعي القناه عائد الى غرباض. دونك كما شفتوا في العنوان، بغيت اليوم نهضر لكم على الوثائق اللي نقدروا باش اللي غتحتاج باش نغيروا الباسبور او جواز السفر. اذا على بركه الله، هذه السيمانه هذه مشيت بدلت الباسبور، لحقاش كلمات لي في شهر 5 وانا قريبا غنمشي للمغرب، دونك خصني ضروري نبدل الباسبور. الوغ مي مشيت نبدل الباسبور، قبل ما تكون وثائق وقول لي بعض شي حوايج ما كتعرفها اليوم تعرفها. دونك بما انك تولي قاطف ديال اوروبيه، تولي ملزم عليك على حسب ما قال، ماشي ملزم ولكن تقريبا خصك تكون مقيد في القنصليه الفرنسيه وكيبقى الدوسي ديالك عندهم، وما تولي دوسيك تكون واحد الدوسي كيبقى ديالك عندهم. الوغ ما عليناش. بون مشيت عندهم، قال لي واش مشيت واش اول مره، واش فين انت راك مسجل، واش مسجل مثلا، قال لي مازال عاقل، قال لي واش راك مسجل في اسبانيا ولا في فرنسا، كيسحبوا لك في سبليون عاد جيت للمغرب. قلت له لا، انا كنت في المغرب ودابا عاد اول مره كنجي للقنصليه. دونك في الحاله هذه قال لي دابا انت ما خصكش تبدل الباسبور، خصك تبدل حتى لا كارت ناسيونال. او انا كنت جاي نبدل فقط الباسبور، ما كنتش عول انني غادي نبدل لا كارت ناسيونال ديالي، مازال ما ميتاش ليا علاش نبدلها. فاذا بيا قال لي لا ضروري غتبدلها، يعني ديك الساعه زربوا عليا. دونك ما خلاني ما بقاش عندي الحق حتى في اختيار انني ما نبدلش لا كارت ناسيونال. دونك ولات ما فهمت انا حتى شي، ما فهمت والو. يعني قال لك اجباري خصك تبدل لا كارت ناسيونال وتبدل العنوان اللي فيها لانك انت وليتي قاطن في الديار الفرنسيه. دونك قلت لهم مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. اذا في هذه الحاله هذه كانوا طالبين لي مثلا، انا ملي كنت دخلت لو سيت ديال تغيير الباسبور، كانوا طالبين لي واقيلا جوج تصاور، صدق في اربعه تصاور، اوغوزمون ديت معايا تصاور زايدين، اوغوزمون ديما كما داري ولا خوتي داري وبنات ديو معكم. نبدا اول حاجه هما التصاور، الحمد لله ديتهم معايا، لانك كنتي اول مره تمشي باش تبدل الباسبور تبدل معايا، غيبدل لك لاكارت ناسيونال حتى هي غتبدل. اذا دي معاك الباسبور، ودي معاك باردون فوالا، دي معاك الباسبور ديالك، دي معاك الكارت ناسيونال ديالك، وديو معاكم فوتوكوبي. لقيت ما ديت معايا فوتوكوبي وخرجت، مشيت كنقلب فين ندير فوتوكوبي ديال الباسبور او ديال سميتها الباسبور او ديال الباسبور ولا كارت ناسيونال، لا كارت ناسيونال او لا كارت سيجور. ديروا لهم فوتوكوبي ثلاثه بهم وديهم معكم، هما ثلاث الحوايج. ديو معكم خلاص الاوريجينال، ديو معكم عقد ازدياد، ديو معكم اربعه ديال التصاورات، ودي معكم واحد لافيس سميتها ديماتريكولاسيون. فوالا دونك فيش ديماتريكولاسيون كتخرجها من السيت، راه فيها عربيه فرنسيه، كتخرجوها كتعمروها وكديوها معكم. في حاله ما كانت عندك كارت سيجور ديالك ديتيها وبدلتي لادغيس، دونك بدلتيها كما انا كنت عندها بس لا كارت سيجور، كان عندي فيها مثلا لادغيس ديال النسيب ديالي، ديال النسيب ديالي لحقاش كنت في الاول معاه، ابخي درت داري بوحدي. دونك في هذه الحاله هذه طلبوا لي جوستيفيكاتيف دوميسيل. دونك في هذه الحاله هذه ديوها معكم، انا كنقول لكم شنو وقع لي اكزاكتومون صاي. دونك هادشي اللي طلبوا ليا القنصليه المغربيه تحسنات شي شويه، ولا فيها شويه ديال النوبه احترام، مابقاش كما كان كانوا كيعاودوا لي عليها، يعني كانوا كيقولوا لي هاد القاتل الحماق وكذا وكذا وكذا. فريمون القنصليه ديال بوردو تحسنات، انا كنهضر انا في بوردو صافا مزيان الحمد لله، القنصليه كيزربوا عليك داكشي غادي مزيان. ابار هادشي اللي قلت لكم بالنسبه اوي نسيت تخلصوا التنبر، التنبر الخوت ما كتخلص، ما عندكش شي واحد يمشي يشري التنبر ما يشريه ما والو، راه كيتخلص تما كاينه كتخلص. انا خلصت دابا التنبر ديال لاكارت ديال بجوجهم واقيلا بشي 95 اورو، واقيلا بحال هكذا نسيت اكزاكتومون، ما يقل شي حاجه. المهم ديو معكم 95 اورو، واقيلا الباسبور بوحدو شي 80 وكذا 80 82 كذا. دونك هادشي اللي كاين الخوت في 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 الناس اللي مقبله انها تغير الباسبور او جواز السفر والبطاقه الوطنيه في الديار الفرنسيه، بالضبط في القنصليات، في القنصليات المغربيه المتواجده في الديار الفرنسيه. اذا هذا هو الفيديو، كان شويه صغور وحاولت نوصل لكم شنو داز عليا السيمانه هذه، شويه حماقيت. قالوا لي المده باش يخرج لي نورمالمون الباسبور كيخرج في 20 يوم، بما ان ما عنديش كارت ناسيونال دابا خصني نتسنى شهر ونص. انا غنمشي للمغرب قريبا غندير لي، دونك الناس اللي ما عرفتش الا شي واحد يقولوا نفس الشيء ديالي، ديك الساعه يدير لي سي باسي وغادي يمشي. بالنسبه لكارت ناسيونال عندك لو روسو، كتمشي باللو روسو ديالك كتمشي به عادي كانه عندك كارت ناسيونال. باسبور كتاخذ لي سي باسي واقيلا ب 3000 ريال، يعني واش شحال 350 درهم، هي 15 اورو، عفوا 15 اورو كتخلصوها باش كتاخذوا لي سي باسي. اي فوالا، دونك هادشي اللي كاين. اي سؤال الاخوت مرحبا بكم في التعليق او في الفيسبوك ديالي كما العاده، خالد هلال مصطاش، ما كاين حتى شي مشكل. مع تحياتي، شي موضوع بغيتو نهضر فيه ما كاين حتى شي مشكل، خليو لي في التعليق نهضر فيه في الفيديو الجاي. الوغ مع تحياتي، نخليكم تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف.